حمزة الخطيب ربما ما في واحد سوري على كل بقاع الأرض السورية في الداخل وفي الخارج. عندنا في الداخل مثلا 22 مليون وفي الخارج حوالي 15 إلى 16 مليون إلا وسمع بهذا الطفل ابن حوران أو ابن درعة. في أبو حمزة الدوماني كان هذا معتقل سابق معه، طبعا هذا الطفل قضى تعذيبا في بداية الحراك في سوريا. أبو حمزة الدوماني سيخرج لأول مرة، طبعا هذه صورة حمزة الخطيب. أبو حمزة الدوماني سيخرج معنا الآن وهو معتقل سابق، كان مع حمزة الخطيب ليدلو بشهادته، بقي معه حوالي شهر. أستمع إليه ولكم، نستمع كلنا مع بعض إن شاء الله لأبو حمزة الدوماني. أبو حمزة مرحبا. يا أهلا يا أهلا أستاذ. أبو حمزة أنت متى اعتقلت؟ أنا اعتقلت تماما ب 12/4/2011. 12/4/2011، متى رأيت حمزة الخطيب؟ رأيت حمزة الخطيب بعد ما انتقلت أنا من فرع 293 لفرع 248، هناك حطونا في زنزانة جماعية، كان زنزانة رقم 4، فهناك تعرفت لما شفت هالطفل يعني، وكان في أطفال كتير بس يعني المنظر لأول مرة. طبعا عفوا، ال 248 في دمشق وليس في سويدة أو درعا. لا لا، في دمشق بشارع التوجيه ما بين كفر سوسة والمزة. أكمل أبو حمزة تفضل. حطونا في الغرفة الجماعية الزنزانة، كنا تقريبا شيء بحدود 88 شخص، من بيناتهم كان في تقريبا 15 طفل، من بينات هالأطفال كان حمزة الخطيب. طبعا تعرفت عليه الوهلة الأولى، هو عمره ما بين 12 ل 13 سنة، ما في بوجهه شعر نهائيا. تعرفت عليه، وطبعا تعرفت عليه أسارني هو شجاعته وإصراره وثباته في المواقف اللي كان فيها الرجال تموت من التعذيب. يعني حقيقة شفنا العذاب. أنت أول لحظة رأيته فيها كنت أنت قبله ولا هو قبلك؟ لا هو قبلي، أنا معتقل قبله، ولكن لما انتقلت أنا على الفرع الثاني فكان هو موجود. طيب احكي لنا شلون كان سلوكياته بالزنزانة معكم، كيف كان يحكيكم، هيك طبيعة حياته شلون كانت معكم وهو طفل؟ طبيعة أولا ما بتحس طفل قدامك، بتحس رجل بالغ جدا بعقله وبقوة قلبه. إنسان راكز جدا، رزين جدا، حكيه منطقي واقعي، بتحسه ما في خوف عنده، ما في ما بيتلبك يعني. طيب الموضوع. لما كان يحكي لك شو يسوي معهم بالتحقيق، ليش جابوه، ليش اعتقلوه؟ هو اعتقلوه بسبب كان رايح يفك الحصار عن مدينة درعا. صارت مجزرة، أثناء مجزرة ضخمة جدا. هو كان يقول للأسف ما كنت من الشهداء ولكن كنت من المعتقلين. عفوا، نعم، شهداء وشباب كثير وقتها. ايوه، هو متى بالضبط يعني كان يتعرض للتعذيب اثناء وجودك معه لمده شهر تقريبا بال 248؟ يوميا ثلاث مرات. بذكر لك نوعين من التعذيب هي تعذبناها سوا. نعم. موضوع الشبح، كانوا ياخذونا ويشبحونا في شبك الحديد، يربطونا بالسلاسل. طبعا اجريك ما بتكون على الارض نهائيا، معلق ما بين السماء والارض. إذا النالون عطشانين بدنا نشرب، يجيب سطل مي كبير ويرشقه على وشك ويقول لك هاي شربت. طبعا هو تم على هالحالة 11 يوم، أنا بقيت 17 يوم للأسف. هو 11 وأنت 17، وأنتم مسبوحين مرفوعين هيك من إيديكم ومسبوحين بين السماء والأرض يعني. تماما، وحتى حمام ما في، على الأكل ينزلونا 5 دقائق ويرجعوا يرفعونا. يعني موقف أنا لما بتذكره هلأ يعني تجيني الرعشة. طيب أبو حمزة لو سمحت لي، متى يعني تم قتل حمزة الخطيب؟ في قبل ما نتطرق لقتل حمزة الخطيب، الموقف الثاني هو لمدة 4 أيام كانوا ياخذونا ويعلقونا من رجلينا بالسقف، من رجلينا وراسنا لتحت، ويحطوا كهرباء 220 على كتافنا حتى راسنا يضرب بالسقف من الطرف الثاني.
طبعا هذا كان لأربع أشخاص من بيناتهم أنا وحمزة الخطيب وفي شخص من حماس سوء اسمه نزار معلول. طيب من قتل حمزة الخطيب أبو حمزة؟ قتل حمزة الخطيب أثناء يوم القتل اللي طبعا ما بيروح من ذاكرة أي واحد كان في السجن، ونحن شفناه وشفناه رأي العين وسمع الإذن. فكانوا لما ياخذونا على التحقيق واحد يدخل على الغرفة والباقي يستنى برا، ولكن نحن منشوف العذاب اللي عم يتعذبوا أثناء التحقيق والأسئلة اللي عم بينسألها، منشان نحن نتعذب نفسيا، يعني للعذاب النفسي والعذاب الجسدي للطرفين، للي عم يتحقق معه واللي عم ينتظر التحقيق. بس عفوا أبو حمزة، أنت مش بالتحقيق بتكونوا مطمشين ولا لا؟ لا، عند بقانون كان المحقق اسمه شيراز خلف برتبة نقيب، هذا ما كان يطمش ولا واحد من اللي حقق معهم. من وين شيراز؟ شلون؟ من وين هو؟ من أي منطقة في سوريا؟ هو ساكن بمنطقة الحسينية، هو بيقولوا له عنا بسوريا نازح. نعم، من نازح جولان، من جولان هذا بيكون الحسينية تماما. نعم، برتبة نقيب. طبعا كان يقول أنا ما بدي طمشكم مشان تعرفوني ومشان على شكل تحدي ومشان نتواجه برا ونقتل بعض برا ونشوف بعض برا، فتعرفوا علي هلأ مشان تعرفوني برا. لا يعني بدي أفهم منك إنه هذا شيراز كان لطيف ولا لا؟ لا جد، يعني كان معروف أقذر محقق موجود. نعم، أكمل بعدين شو صار متى ليلة مقتل حمزة؟ هو قتل في 248 ولا بالسويدة؟ ما أين قتل بالضبط؟ 248 بغرفة النقيب شيراز خلف. دخل هو على التحقيق، صار أول سؤال سأله: اعترف انك انت رحت تغتصب نساء المساكن الضباط في درعا. طبعا كان جواب حمزه انه انا ما بعترف عن شيء ما فعلته، اعطيني ورقه بيضاء اوقع لك عليها، لكن شيء تقوله على لساني انا ما بقول عن هيك شيء نهائيا. قال له طيب اعترف انه انتم فجرتوا محوله الكهرباء اللي موجوده في درعا. قال له نحن ما عملنا هيك. قال له اعترف انه انت رحت مع جماعة مسلحة واغتصبتوا فرق بالكتيبة بالفرقة الخامسة واخذتوا منها الاسلحة وهاجمتوا فيها مساكن الضباط. تقصد مساكن الضباط؟ اعتقد بتوقع هيك. في كتيبة هناك بالمنطقة بدرعة، انا ما بعرف درعة جغرافيا. إيه؟ بس هي حسب سمعي للكلام اللي كان يدور بيناتهم. نعم. فقال له نحن ما عملنا هيك نهائيا. فكان مع المحقق مع نقيب شيراز كان في واحد برتبة مساعد اسمه فيليب من منطقة دريكيش من طرطوس. حتى كان بشوارب هيك مشان للتعليم شخصيته. إيه؟ فشيراز قال له نحن منا نفكك ومنا نطلعك برا المعتقل، ولكن منا تحقق لنا شرط واحد، كون انت ما رح تعترف بشي نهائيا، ومنعرضك على القاضي، وبكرة القاضي بيقول لك شو بيقول لك، نحن ما لنا علاقة، فنحن لازم نخلي سبيلك. قال له تفضل شو بدك مني. قال له نزل من وراء صورة بشار حطها على الأرض، قال له اسجد عليها وقول إنه بشار ربك. طبعا هاي الكلمة لها أنا بداناتي إلى صدى. أنت كنت موجود بقلب الغرفة أو بتسمع الحكي هذا؟ واقف على الباب تماما. على باب الغرفة، وباب الغرفة مفتوح. فنزل الصورة وقال له اسجد على الصورة وقول إنه بشار ربك. طبعا طلع بشيراز وطلع بفيليب وضحك ضحكة استهزاء فيهم، ولهلا شكله يعني ما بيفارقني نهائيا. طبعا وانا بين قوسين انا دخلت على السجن، وبعد ما طلعت سميت حالي ابو حمزة نسبة لحمزة الخطيب تماما. محبة ذنبية يعني، من شجاعته المفرطة. طيب بعدين شو صار باختصار مشان ما نطول؟ فطلع عليهم وابتسم بسمة استهزاء عليهم، ونزل سرواله وبال على الصورة. قال لهم هيك بسجد عليها أنا. فجن جنونه شيراز وفيليب،
فيليب مباشرة أخذ خيط وربط له القضيب تبعه وصار يفتح له تمه ويحط فيه سوائل. بعد ما طبعا صار فيه تورم، يعني سوائل مي طبيعية أكثر من 10 و 12 لتر صار يحط فيه إجباري، مسكينه عساكر هو عم يحط فيه السوائل. فبعد ما تعب من حط السوائل مسك قضيبه وقطعه بالسكين قدامنا. الله قسما هذا الكلام صار أمام مسمع ومرأة مني أنا شخصيا. طبعا هذه يا أبو حمزة دوماني هي هذه شهادة للتاريخ يعني، وأنت تتحمل مسؤولية كل ما تقوله في هذه الشهادة للتاريخ. وأتمنى من كل إعلام حر ينقل هاي الشهادة وعن لساني أنا أبو حمزة الدوماني ينشرها بأي مكان في العالم. وأنا مسؤول عن هذا الكلام. يعني حمزة الخطيب فمن كلامك لم يقتل في فرع درعا ولا بسويدا أو كذا، قتل في دمشق وأخذ جثمانه إلى درعا. قتل في دمشق بعد ما قطع القضيب حتى فرغ رصاصتين في جسده وقال هلأ منفرغ المي منك، وصار يطفي السجاير بجسمه. وهذا لاحظناه بجسده بعد ما استشهد، يعني شفناه بالفيديوهات انه في سجاير مطفأة في جسده. نعم تماما، هو قبل فرع دمشق كان رايحة فرع درعا وفرع السويدة. وفرع السويدة حسب كلام حمزة الخطيب طبعا هو اللي حكى لنا اياه معذبينه بعذاب اسمه الكرسي، يمكن ما حدا بيعرفه او بيعرفه، بيلقوا الواحد على بطنه وبيشيلوه بالكرسي بيقلبوه بعكس. ايوه نعم. بيقلبوه. فكان حمزة قبل ما يتعرض لعملية الموت كان يبول دم بسبب العذاب اللي تعرضه بفرع السويدة. قبل ما يجي على الشام. قبل ما يجي على الشام كان يبول دم. طيب أبو حمزة بس سؤال أخي، أنت ليش كنت معتقل؟ أنا كنت معتقل بتهمة مشافي ميدانية وجو أخذوني من العيادة. كيف كم بقيت معتقل؟ أنا بقيت معتقل 5 شهور إلا يومين. وكيف طلعوه؟ من تاريخ 12/4 لتاريخ 10/9. كيف طلعوك أبو حمزة؟ أنا طلعت من السجن بشهر 8، بداية شهر 8 صار انتقال ضباط وأجى عميد اسمه حسن مصطفى عمل معي تحقيق طبعا وسألني عن أشخاص بتعرف فلان وبتعرف فلان، قال له بعرفهم اذكر لي شو بيشتغلوا وذكرت له هن. بعد يومين ثلاثة بتقريبا ما بعد العشاء الساعة 9 أو 9:30 هيك شيء بيجي الضابط بيجوا بيقولوا لي بالمعتقل تعالوا جيب اغراضك. تعالوا جيب اغراضك، اما افراج واما اعدام. افراج بهي اللحظه ما كان بصير، بس اعدام اكيد راح يصير. نعم اخذوني، كان في الغرفه، فت على الغرفه فيها العميد حسن مصطفى وسجان اسمه صادق جمعه من حوش عرب، من تلمنين، من حوش عرب. هاي حوش عرب معروفه على حدود لبنان عند رمسيس. اسمه صادق جمعة. حطوني بالسيارة وأخذوني ووصلوني لساحة العباسيين وقالوا لي روح مفوت في جلدك ولا تحكي والأحسن أنك تطلع برا سوريا. طيب الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك أبو حمزة. شكرا. أنت برا سوريا الآن؟ طبعا أبو حمزة هو خارج سوريا في بلد غربي. أشكرك على جزيل الشكر أبو حمزة الدوماني، معتقل سابق وصاحب شهادة قالها في اللحظات الأخيرة في حياة حمزة الخطيب، الطفل الذي يعرفه السوريون قبل 3 سنوات ونيف. بكل أحوال نذهب لفاصل قصير.